بالنسبة لحركة المرور في هذا العام قد تختلف عن الأعوام السابقة نتيجة أن هناك تحويلات لحركة المرور الكل يشاهدها من قبل الأخوة السائقين. هذه التحويلات أنتم عارفين طريق جمال عبد الناصر، طريق الدائرة الأول اللي هو طريق الجهراء العام، طريق الغزالي وطرق أخرى كثيرة جدا ممتدة في مختلف المناطق، سواء كان في هناك مداخل جديدة أو مخارج أو طرق الآن تنشأ، والافتتاحات سوف تكون تباعا بالتعاون مع وزارة الأشغال اللي هنا قاعد نعقد معهم اجتماعات أولية وأولا بأول لتفادي بعض الاختناقات المتوقعة نتيجة لهذه التحويلات والتسكيرات المؤقتة. أتمنى التفهم من قبل الأخوة السائقين باحترامهم لمسارات طرق وعدم الوقوف صف ثاني أو ثالث وعرقلة وتسكير حركة السير، وإعطاء فرصة لرجال المرور لتسهيل حركة المرور بشكلها الطبيعي والمساهمة بقدر الإمكان بعدم عرقلة حركة المرور بتجاوزك أو بأيضا عدم اتباعك للأنظمة والقواعد والإرشادات والخطوط الأرضية المتعلقة في هذه الناحية. نوعدكم أن هذه مرحلة ومرحلة سوف تنتهي قريبا بتعاون وزارة الأشغال، تعاوننا هنا مستمر معهم أولا بأول وخاصة مع بدايات العام الدراسي لكشف على مثل هذه المواقع ووضع الحلول اللازمة وتنفيذها على وجه السرعة، ونحن هنا نشيد بوزارة الأشغال وبتفهمها وبتجاوبها وبأيضا تسخير كل طاقاتها لوزارة الداخلية من أجل أن يكون فعلا عام دراسي سلس وميسر وموفق بإذن الله تعالى جميع طلبتنا وطالباتنا.